بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن مركله يو موضوع مواضيع دي ان كهليني كوساب سنه ان مسقحده حنونده كدعه كواسو افيه نفته اي قفكا يعني مالن مالنتيسا يعني هوله وتو يو شقده اي قبانيسو ان موركيسا بدشه يو قاب كدرينكيسو وحا كموقده ان جزاه الله خيرا مواضيع دان وحنا ردات هنا يي او سفي عنو برامج كان وناكسن انه مارتي محوها انه فائدين يي ان اخونا شيخ ان عبد الرزاق حاشي او مقاله منسوتا ان نقص بوقدي او حد جوغا مقاله كولومبوس يعني قو محمد حسن ان سيدو كلا وحن مهاد قارا اعلن لها برامج كان او بريهان اي اد ياد مارتي وهو لنايين اي امدنا اسو قدبينيين ان walaalaha kala duwan ama TV-da kala duwan shaaciye TV sidoo kale SNTV Amazon oo ayaga maartay muxuu ahaa qayb weyn ka qaadatay in mowaadiic fara badan insha Allah ta'ala aad kala kulmi doontaan oo barnaamijkan ku saabsan in ogaadana xanuunadan hadda sheekha uu ka hadlay in briyahan aan ka hadlaynay qaybaha kala duwan leh oo aad maartay muxuu ahaa social media ee qaybisa kala duwan TV-yada een sidoo kale YouTube ka masjidka Abu Hurayra oo kale aad ku aad si fiican uga boon kartaan wa xanuuno nala yaala ay la il dareenihiin ubadkeen dhalinyarada la il dareenihiin dumar fara badan la il dareenihiin odayaal dad ay ka shaqeeyeen la yihiin qof dhan oo wax bartay oo maaragtay muxuu aha mustaqbal laha oo fiicna oo yaani maaragtay maanta la higsanayay isaga naftiisa iyo waalidkiisa iyo dadkiisaba ay fiirsanayeen ba markay xanuunadan taabtaan qofkii waxa la leeyahay qofka kani waa u jiraday mujadda meel laga qabtay lama yaqaano laba maamud ba waxa laga yaabaa in ad carrier in la saaro kadibna waxa la leeyahay waa laga qoostay laga yaabaa in tuu qol isku soo xiro sidii isku jiro oo ficilna weyn dhacday magaaladeena Columbus bay ka dhacday in nin maartay muxuu ahaa OSU Ohio State University oo ka qalin jibiyay يعني نين مارتي برايت مستقبل له أيوها نين في عنو مساعد كحرم بوها آموس بوك عليه بس خلاص إن مدى كتب نينك يسقها يعني والد كيس وحلقة يابا إن السن إن أرين تاسع عافمات كأور هادين إن ويل كان عاويان السقي عاوي في رب ما وسن هلين إن كتب وحي كوس قريس أرين تي أيضا هيد حنون ير أو سهلا وداول له هيري كرو لسك إلى لين كرو in naftiisa ay koos gareyso bulshadii qaybaheedii wax garadka waxay ku baraarugeen wiilkii asaga geeridiisa oo shock noqotay oo bulshadeena shock noqotay magaaladeena Columbus bayna ka dhacday xaruunadaas een qaybahooda kala duwan oo sheekhu soo taabtay barnaamijtii hore een iyo kuwa fara badan ba dadkeena way hayaan wayna la il daran yihiin marka hadaba maanta waxaan u fariinaa insha Allah ta'ala إن شيخ هدول هرنو فهيو سيدي لسقا إلى لينكرا حنونا ذا مسكح ذا حنو يعني برامج فربضان وينوصو سعطا إن شاء الله تعالى داودي بصو سعطا إن مارتي محوها قيبك للدوان وحنونا ذا إيو حيابو هستوري أبا صو سعطا وحصو سعطا مارتي إن ديو فربضان وأرمان إيقب سدين إن علماء اللي يميد يعني لو داقي إن حالة دو ذا أيا صو سعطا إن شاء الله تعالى برامج فرا بدن حيصله هدول هرادو اياد ان شاء الله بريها نغا سويسان حدا سبحانو فرينا سيده لسغاي لالين كرا حنونا مسخ حدا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ان اسك الى لينتا حنونا ان كسو شيكينيني مسخ حدا كدعه اما هن نقضوا ولولكا اما هن نقضوا اسلا هادلكا اما هن نقضوا قفكي ان حسوس وحكو خيابي أو دباتا عيكو لعضي أما هن نغضو قفكي وسوء جوغو دباتوين كل عين أن لفسيري كرين إسكا إلا عالين تودا صدح قيبود بانوك لقاضينا قيبتا أقوه الرئيسة وحوية قفك مؤمنك هدي إيمان كيسي يدين تيسو آد وحوك بذيهين وي أذكتا هاي حنون نداس قيبها وليبا عن سبب كوين لحين يكو لعان ولذلك الله وحليه تبارك وتعالى ان الا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الاله با قلبك كدغا دغيتانك قلبك وذكر الاله كدغيو وحا حقيقه قرانك يا اذكارته مركو قفكو بديو
أو أخرسته ويحجابي ساقفك وحال إرادة وحاجر أوذو إنقو أينان أركينين وأدون كان كجرة وأي كميتهاي مصائب تدعيسة أي كميتهاي شياطين تا أي كميتهاي قدرت إلهي أسود دقيسة وحو باين قفك مسلم كو إنو إسحجاب معنينتي وحان إذن كلتالين لها صبحي إيا قلبكي هكتغينا أذكارو صباح إيا أذكارو مساء تدكو حاليك تقاركدو حيليهين ما أذكار تسمى بأقانا ترادة بضان هدا هذا وحكا لا أقوانين قل هو الله أحد يا برب الفلق برب الناس صدح صدح مرة يا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو سميع العليم وصدح مرة آخر سو مثلا ذو كوباد واي إيمان كاغا هدو كر أقعو حوق أولي هاي لباتوين بضان أو كن ضعيفين لها كما ضعيفين أيان مثلا ذو كوباد واي مثلا ذا لبعض انتانا كوا أسباب تموغضة وواوين لأقارين وحيابها هذا ضدك كبداً قيبة كمدة وحيد خاطيرته عدايين هذه قفك نفسياً انت أن لقارين جيركيسة يدرينكيسة يأكتيف ريكيسة وهجاجيو إنه وحيابه بداً وكباقصاني مثلاً وحا كمدة قفك إنه نشاطات أما تمع سجوكتا أسامي هذا حالك صبحي ودن كان عن كنا الله هاي إن قال هذا دقن ان صبحي قف كستو ارديا دد كان ود ارديا او بنانك يا ايو جيممكي بوحان marka soo kacdeed 5 ama 6 am soo kacdeed subaxii waxa way qof walba wuxuu rabaa in uu san helin waqti firaaqa oo qofki uu ku daciifo oo xumuulka wax la yiraahdo uu ku dhaco marka qofka inuu active ahaado waa qayb weyn ba ka qaadata xanuunadan inay ku dhicin ee waxa kamid ah إنه قف كليه النظام وناكسن أو أنت عنيد أه أنت في عن أو هيلثي إنه قف كله قيبين بك قادتها صوتها وحلو قاعدي هذا فيتامين هذا هذا فيتامين بي كومبلكس كوكلي فيتامين هذا لمتكع فيتامين دي جيو فيتامين هذا لمتكع أو حي كان قف كان نقص قدائي أجرك سينو كله نص إنه نص قامه قف كأودي سجرك أو مركع أي أبطان دبرشة كان تحيابها كيانا بي كمتاعي وذلك وقت الدمار كمرك أمولان حنو نضع ساكونا مرك إن نظام كغدائي عنتدى أن نغط عنتو ونعكسنا بالانسنا إن بي في عن عبنا ونغفرا وغفك وسدي هيدريشن وساكونا عن وحكم هذا نفط هذا كدالين شقاء يهردل عن نفرتو وحي كانتا قفك إنه إسلاح الله أو جهده خاصة ذاتك هذا وقت قاتك يعنى يحيابها لمدك سيجارك يبلود يشيشد يسكايل علي وحاليا كنت أدو إن أدو هاي ستيد إن أي نشاط كبقلين أيان لكن ويكوباب إن أيان مركا دو حيابا هاس آت سميسو وحال نخاتير تمرو البا أيكوو نسيحين أيان هكا فكرين مرو البا واحكو نعافي هكا والوين المرو البا واح ساسو عضا دقيقة داس أدجوك تدفوكس كره وحاليا هذا السعيد من يعيش للحظة قفك سعيد كا وقفك الدقيقة لا يمان انت كفائد است ما بدك هره او تجي سنتوق كوك فلو اسكلي مستقبل كا بلان يقرشو سماء لكن وقتي مركا عدناش هاي وقتي هاي قلي وحا قيب كمين اسكيلا لنتا وكوة صوابها له كوة صوابها له وحاوي مثلا لبعتك وقود عضي اما قفك استعمالي وحيابها ما دورياشا استعمالي وحي قبها انت هاي بيئة انا تبدشو oo saaxiibada aad badasho oo aad la xiriirto dhaqtar ama meelaha hadda dadka rehabka loogu sameeyo in aad la xiriirto oo qofku isku dayo inuu isdaaweeyo asaga waxa dhici karta inuu saqofka is ilaalin karin laakiin waa inuu gacan kale oo caawisa u raadsado dhalinyaradeena waa inaan caawino intaan dilayno oo ku buuqayno oo leenahay waxaan jooji kuma joojinaya saas laakiin waxaan u baahan inaan biyada u bedelo oo hadii qofka saddex bilood lagu hayo meel uusan waxa isticmaaleynin waxa xaqiiqa ah inuu iloobayo hadii bil la siiyo treatment aad u fiicanna waxaas uu iloobayaa marka hadda dadkan aad u jeedaan oo la noolahay oo Mareykanka caruurtooda markii waxyaabaha isticmaalaan way daaweeyaan wixii baa laga miirayaa waxaa lagu xareynayaa meel rehab center qofka waa la hagaajinayaa marka aan iska ilaalino كلية معها كعرب عصاب حياة سوى حيلا ذن زبر أكله يعني قف هذا صوم يرمي
oo nolol cusub u bilaabanayso kale. Aad aad aad. Maqsadda xaq qaybood baan isku ilaalinta u qaybin karaa. En ka dhexgala sheekhana, jazakallahu khayr. En arintan yani iska ilaalinta ah. En sometimes qofkii isaga oo help soo raasaday oo rabo wuxuu inuu iska ilaaliyo ama qof at least waxa intuu fahmo en ka caawiyo oo kale. Maybe Ilaahay ku sahal dadkeena Soomaalidana xogaa waxa laga yaabaa in bulshada bulshooyin kale aan ka duwanahayo ee wuxuu inuu iska qarsanayo qofkii isaga uusan uu banaacib yahay taana kulli barnaamij kale waayo waan u iman doonaa si looga overcome loogu sameyn lahaa. En laakiin waxa kula talinayaa bulshada kale inaysan qofka mar haddii arkaan isagoo shalay fiicnaa maanta duu xoogaa yar isku yar buuqo oo kale oo isla hadloo kale oo xanuunadan ay bilow ku yihiin oo kale inaysan ku sii cayrinin xanuunkii oo markaasi ay ka neefiyaan oo ay caawiyaan oo ay fahmaan oo gartaan oo ay la fariistaan. Maxaad kula talin lahayd bulshada yacnii helb noocee ah bay u overgarayn kartaa ama ay siin kartaa? Mowduucaas wuxuu guda gelayaa qaybta mowduuca maanta ugu dambeysa oo waxaa la yidhaahda stigma wuu guda gelayaa oo waa maxay dad badan ee waxaa dhici karta inaynan daawo raadinaynin ama aynan ku baraarugsanayn xanuunkooda ayagoo u haysta qofka mental illness-ka qaba inuu yahay qof dadka ka duwan oo nooc kale ah oo wax weyn ka muuqdaan. Marka waxaa dhici karta qofka inuu xanuunkii qabo laakiin dadku ayna ka dareemayn. Waxaa dhici karta inaad jirkiisa ka fahmin. Waxaa dhici karta qofkan haddii la caawiyo oo uu helo wixii la rabay inaan wax dhibaata ku dhicin. Laakiin innaga dadkeennu waxaa qofkii markii xanuunkii wax yar lagu arkaba waxaa leeyahay wuu isla hadlay saan buu noqday. Hadda Soomaaliya subxaanallah markaad tagtid waxaad arkaysaa qof jiran oo la dhagax tuurayo la caysanay oo isagii dhagax tuurayo dadkii dakhraya baad arkaysaa. Waxyaabaha aad waddankan aan ku aragnay waxaa ka mid a waalidkii iyo dadkii way isdacahdeenayaan way iska hadlayaan canuggii gabadhii baa suuqa gashay wiilkii baa saa ka noqday wiilkii baa darooga ka isticmaalay. Hooyadii marka waxay ku dadaalaysaa intay canugii caawin lahayd inay koofar garayso oo qariso oo ay society oo dhan ka qariso. Wallaahi waxaa ka dhacday magaalada Minneapolis wiil Soomaali ah oo yar oo la kufsaday oo dadkii kufsaday la yaqaano fiiri yaa waxaa la yidhi maalintii cunuga la kufsaday intii inta la dacweeye dadkaas la xirxiro nin cadaan ha kufsaday shaqo laga qaban lahaa ayay reerkii hameen madow magaalada ka guureen gobol kale u carareen yaan laydin in cunugooda waa laga kufsaday. Marka ka waran waaqic baan ka cararaynaa marka qofkii dhibaata ku dhacday isla hadlayaan la dhihin dhibaata ka muuqatay aan la dhihin baan innagiina wixii qarsanaynaa qofkiina waxaa dhici karta inuu wixii qarsado. Haddaan laakiin u arki lahayn sida dadka waddankaa degan wiil dhalinyaro abaabari yimid oo cadaan soo islaamay wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan guursado gabadhii baa la ii diida gabar Soomaaliya waxaan rabaa inaad i caawiso imaam ayay oo maxaan kaa caawiyaa. Wuxuu yidhi gabadha aabaheed baa gabadha ii diiday muxuu kugu diiday? Wuxuu yidhi anigu daawaan qaataa xanuun buu qabaa daawuu qaataa xanuunadan mental illness buu qabaa daawuu qaataa. Wuxuu yidhi aabihii gabadha dhalay baan u sheegay waxaan ku yidhi anigu daawaan qaataa markaan daawada qaatayna mararka qaarkood markaan ka fakara dumarka iyo xoogaa iyo xaasla-aantiiya way ugu sii bataa xanuunku. Marka dhakhtarkeega wuxuu igula taliyay haddaad guursato xanuunkan wuu kaa yaraanaya. Marka aabihii baan u sheegay buu yidhi waxaan yidhi gabadha waan israbnaa dhakhtarkeygum saasuu igula taliyay waxaan rabaa inaad guurka iido dejisid. Markaasuu yidhi oo ma balaayadaad gabadhayda ku reebaysaa marka ba gabadhayda ku reebaysaa weligii gabadhayda kuma siinay. Reerkii o dhan baa wiilkii waa jiran yahay baa laleeyahay waa nin guri le oo shaqaysta oo daawo qaata oo muslim ah oo kula tukanaya oo calaamadiina ka muuqato maxaa loogu diidayaa gabar daawo qaataa? Marka mujtamacan waxay u baahan yihiin qofka inuu caawimaada raadiyo inaguna aan ku caawino. Sida sheekhana yani ilaahay waatuu yiri mogtahay wamin aayaati yani khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu jazaka allahu khayran sheekhana alfaadil allah ku barakeeyo mowduuc aad iyo aad u xiiso badan oo aan laga dhargeynin weeye halkaasaana kasii wada doono insha allahu tacaala hadduu ilaah raado kulantideena dambe kibintaaj insha allahu tacaala naga warhaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sheekhana alfaadil aad baad u mahadsan tahay.
مواضيع يعني وقت قاعد مارت النسينسو هدول هذا كوسوس على المكافأة إذا صدونا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.